مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في كل مكان ويوم جديد. بالتاكيد بنبدا مع حضراتكم بابرز الترندز المتصدره للمشهد يمكن منذ مساء امس وحتى هذه اللحظه. بالتاكيد على محرك البحث جوجل، المصريين بيبحثوا عن تفاصيل الحلقه ال 16 من مسلسل الاختيار 3. خلوني اقول لحضراتكم انه بالامس كانت الحلقه تحت اسم الانتخابات البرلمانيه، وكمان وثقت خلال احداثها يعني تزايد الغضب الشعبي وايضا الاحتجاجات ضد حكم محمد مرسي وجماعه الاخوان. تضمنت الحلقه بدء مواطنين بتحرير توكيلات لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لمطالبته بالتدخل وكمان انقاذ البلاد من الاخوان. طبعا بالتاكيد بينتقل المشهد لتفقد وزير الدفاع الجنود ليبث فيهم روح الوطنيه، وكمان يبدا يتكلم معهم عن اهميه الوطن وحمايه البلد والاهل، وان الجيش المصري جيش وطني عظيم وشريف. بعد كده المشهد طبعا تبعنا بينتقل الى مجلس الدوله، حيث بتقضي المحكمه الاداريه بالغاء الانتخابات او انتخابات البرلمان، فيما بيبدي محمد مرسي يعني حاله من الغضب الشديد من هذا القرار، وبيؤكد مدير مكتبه احمد عبد العاطي ان خيرت الشاطر بينصحه بعدم تصعيد الامور وكمان اعلان احترام قرار المحكمه منعا للمشاكل. خلوني كمان اقول لحضراتكم الحقيقه انه ايضا شهدت احداث الحلقه ال 16 من المسلسل اذاعه تسجيل جديد بالصوت لمحمد مرسي، بيتحدث فيه خلال التسجيل مع مرشد الاخوان طبعا محمد بديع، وبيقول له شوف ايمن نور ده بيتحايل عليا ان انا اقول لاخواننا يعفو عنه، وانه يعني يقعد يرتب معاهم اليوم 25 بني ادم عجيب الشكل. يعني دي الرساله او محتوى الرسالة اللي كانت مسجلة بصوت محمد مرسي، ودي يمكن أبرز الأحداث وتفاصيل اللي شهدتها الحلقة 16 من مسلسل الاختيار. لكن خلونا كمان نروح لترند تاني معنا، وهو الحقيقة خاص بمسلسل آخر هذه المرة، وهو مسلسل جزيرة غمام، واللي بتتصاعد الأحداث فيه بشكل واضح. بدأت الحلقة 16 من المسلسل بمشهد الحقيقة لحمدي وهو كان بيبكي وبيدعي ربنا انه يسامحه على اللي عمله مع سندس، ثم ذهب والد حمدي الى الحاج عدمي حتى ان هو بقى يبدا يعني يتوسل له ليغفر لابنه وانه ما يخليهوش يذهب الى جده سندس. الحقيقه انه في المشهد التالي ذهب عرفات ليجلس مع الجده سندس حتى يجعلها يعني تسامح حمدي، وكمان اخبرها ان يعني جزاء من يسامح عند الله هو الجنه. وده قرر خلدون انه يمتنع الغجر عن الرقص والغنى واللعب، وذهب في اليوم التالي وبدا بالنداء على اهل القريه ليخبرهم ان هدايته كانت او انه يعني الهدايه خاصه بيه وهدايته كانت على يد الشيخ محارب، وطلب من الناس ان هم يسمعوا كلامه. كمان طلبت هلالة إطلاق يعني إن هي تتطلق من الحاج عجمي لأنه سيتزوج عليها، وأصرت على موقفها حتى بالفعل طلقها. ده فيما يخص هذا المسلسل جزيرة غمام. لكن خلونا كمان نروح لآخر ترند معانا، وهو خاص بصلاة عيد الفطر وضوابطها. يعني كل عام وحضراتكم بألف خير. بالأمس أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكدت أنها يعني بتقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد فيها أو التحكم في تدافع الناس عليها. يمكن كمان من أبرز ضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى كانت الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد، بتأكيد فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه بعدها بعشر دقائق، كمان أن تكون مدة التكبير في حدود السبع دقائق وألا تزيد مدة الخطبة على عشر دقائق كالجمعة، أيضا السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها صلاة الجمعة أو صلاة القيام. وفي وقت سابق أيضا تم التأكيد على أنه سيتم منع صلاة العيد في الساحات، ويعني ذلك لإمكانية
تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة اللي بيصعب فيها بتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية. خلوني كمان أقول لحضراتكم بالنسبة لصلاة التهجد في آخر 10 أيام من شهر رمضان، فبتتقرر عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر، وأن من أراد التهجد فعليه أن هو يعني يقوم بالصلاة في منزله. يعني بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه التغطية الخاصة بأبرز الترندز اللي تصدرت المشهد منذ مساء أمس وحتى يعني الساعات الباكرة من صباح اليوم. بالتأكيد يعني سنتابع مع حضراتكم كل جديد أول بأول من تلفزيون اليوم السابع، وبشكركم شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.